السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة أنا طالع علشان أقول رؤية عجيبة جدا بعض الناس ألحوا علي إن أنا أتكلم فيها، وهي رؤية الاغتصاب من زميل العمل. وطبعا الكلام بالنسبة للنساء والرجال، يعني مثلا البنت العزباء رأت أن أحد زملائها يغتصبوها في المنام. هذه الرؤية تدل على فعلها لبعض الأمور المشينة، وعليها الانتهاء فورا من هذه الأمور. خلاص، ده بالنسبة لو الشخص مجهول، هو زميل بس مجهول. طب لو إن الشخص معروف، تدل على أن هذا الشخص هو الذي عنده بعض الصفات السيئة وينبغي الابتعاد عنه والحذر منه. تاني الرؤية دي لأنها مهمة بالنسبة لبنت العزباء، شافت إن أحد زملائها يغتصبوها في المنام. لو الشخص ده مجهول، الرؤية خاصة بك أنت. لو الشخص مجهول، الرؤية خاصة بك أنت. أنت اللي عندك بعض الأشياء الغير سليمة، أفعال غير جيدة، أفعال محرمة، لازم تبطليها الآن. طب لو الشخص ده معلوم، الرؤية خاصة به هو، إن هو شخص سيء للغاية وينبغي الابتعاد عنه. نفس الرؤية للمرأة المتزوجة، هذه الرؤية تدل على أنها سوف تفقد ثقة زوجها لو شافت أن أحد زملائها المجهولين اغتصبوها في المنام. هتفقد ثقة زوجها. طب لو العكس، زي البنت العزباء، لكن تدل على أن عندها ذنوب ومعاصي وينبغي الانتهاء منها. وربما تدل بغض النظر عن معروف أو مجهول على بعض المشاكل الزوجية، رؤية المرأة المتزوجة إن أحد زملائها يغتصبها. طب رؤية الاغتصاب من الصديق، مش زميل العمل، لا صديقي، هذه الرؤية تدل على الخلافات الأسرية بالنسبة للرأي. وقيل أحيانا تدل على ضعف الإيمان، فينبغي أن تنتبه لهذه المسألة. لو أنت بعيد عن ربنا في أي عبادة مقصر فيها، ارجع لربنا وابدأ شوف أنت مقصر في إيه وافعله. رؤية الاغتصاب من الجد، هذه الرؤية تدل على قطيعة الرحم لو كان ميتا. جدي متوفي، رأيته في المنام يغتصبني، قطيعة رحم هتحصل في البيت، في الأسرة، في العيلة. أما لو كان الجد حيا، هذه الرؤية تدل على حدوث مشاكل معه. ركزوا معايا في الكلام، الجد يغتصبني في المنام، طيب الجد ده ميت، في قطيعة رحمة تحصل في العيلة. طب الجد ده حي، في مشاكل هتقع بيني وبينه. وأحيانا تدل رؤية الاغتصاب من الجد على المشي في طريق خاطئ. أنت ماشي في طريق خاطئ وعليك الانتباه والحذر والعودة إلى الطريق الصحيح. دي كانت بعض الرؤى عن رؤية الاغتصاب من زميل العمل أو حتى من بعض الأشخاص اللي ذكرتها الآن. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.